صباحكم سعيد على أسفيغود، وأهلا بكم إلى أهم ما تناولته الصحافة الورقية حول جهة مراكش أسفي لنهاية هذا الأسبوع، ونستهلها من جريدة المساء التي عنونت الرويجل والسباعي وبدرون يطالبون عمارة بصيانة الطرق باليوسفية وأسفي، حيث سأل النائب البرلماني يوسف الرويجل ممثل دائرة اليوسفية عن فريق الأصالة والمعاصرة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك حول الطرق الإقليمية وصيانتها وإصلاحها، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب تكتب المساء لهذا الصباح. ومن جريدة أخبار اليوم ومن مدينة مراكش، إلغاء صفقة جديدة لترميم الآثار بمراكش، 4 صفقات ألغيت بأكثر من 1 مليار سنتيم أياما قليلة بعد إلغاء 3 صفقات بقيمة حوالي 800 مليون سنتيم. صفقة جديدة لترميم الآثار بمراكش يتم إلغاؤها. فقد أعلنت لجنة فتح الأضرفة التابعة للمحافظة الجهوية للتراث الثقافي بمراكش مؤخرا عن عدم جدوى طلب العروض الخاص بترميم المطابخ القديمة بدار السعيد التي أجريت الثلاثاء المنصرم والبالغة حوالي 360 مليون. تفاصيل أكثر تقرؤونها هذا الصباح في جريدة أخبار اليوم. ونواصل جولتنا في صحف اليوم من جريدة الأحداث المغربية. جدل بالجماعة الحضرية لأسفي بعدما تم ضبط تحويل أرض جماعية إلى تجزئة غير قانونية. قربلة تلك التي تعيشها في الأيام الأخيرة الجماعة الحضرية لمدينة أسفي، أبطالها كل من رئيس الجماعة ومدير المصالح وعدد من الأعضاء، سواء الذين يوجدون داخل المكتب المسير أو الذين يوجدون خارجه، والتي وصلت فيها النقاشات بين الأطراف المعنية حد التشابك والتعارك بالأيدي أثناء أحد اجتماعات المكتب المسير للجماعة، تكتب الأحداث المغربية لهذا الصباح. ونقرأ لكم من جريدة أخبار اليوم: قدماء الشبيبة الاتحادية يجتمعون في مراكش ويرفضون المصالحة. في الوقت الذي يمضي فيه إدريس الشقر الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي متشبتا بصلح بيني بين جميع الاتحاديين الغاضبين أو المطرودين من البيت الاتحادي بسبب خلافاتهم مع القيادة الحالية، ويسابق الزمن من أجل التعبئة لتخليد الذكرى 60 التي تتزامن مع ذكرى اختطاف المادي بن بركة المرتقبة نهاية الشهر الجاري، يلتئم قدماء الشبيبة الاتحادية من داخل المغرب وخارجه في جمع عام بمدينة مراكش نهاية هذا الأسبوع، وهي المبادرة التنظيمية التي تأتي عشية الانتقادات التي تتعرض لها مصالحة الشقر، تكتب الأخبار اليوم لهذا الصباح. ومن جريدة المساء: اعتقال لص قام بسرقة سائحة فرنسية بمراكش، حيث تمكنت عناصر الشرطة السياحية من اعتقال لص 20 لحظات بعد تنفيذ عملية سرقة بحيث ديوب بالمدينة العتيقة لمراكش، تكتب المساء. ونختم جولتنا في الصحف نهاية هذا الأسبوع بالخبر الرياضي من جريدة المساء الرياضي: لاعب أولمبيك أسفي متحمسون لمواجهة الرجاء، حيث تتجه الأنظار يوم غد الأحد بداية من الساعة 3 بعد الزوال إلى ملعب المسيرة الخضراء الذي سيحتضن قمة الدورة 5 من البطولة الاحترافية التي ستجمع بين أولمبيك أسفي ضد ضيفه الرجاء الرياضي. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت www.safigood.com. شكرا على انتباهكم، نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.